السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. عاد أنا اليوم بالعمالة ناش مخر، اليوم ما بالخميس، أنا عادة أنا شو الخميس مخر، اليوم بالعمالة أبطيت لأني ما بقيل اليوم، ما شي مجيل، عندي شغل بخبركم أنا، وقال لكم البارحة أن عندي شغل، هي بخبركم وقال لكم شغل كبير، يعني عندي مش شغل كبير، يعني الحدث مهم بالنسبة لي أنا وفي لعالم السيارات يعني، وشيء جميل يعني، وانتم تستفيدون منه، والاخلاق بخبركم عنها كله. اصبحت على الله يحفظكم بخير وسهاله، وجيت ابوي عند عمالي، ها مكران ياسي خدم، ها مكران شو تسوي؟ باب كونكشن جديد. هي نسقر ابوي هذا الهوز اللي دور مدار القطارات الاول كبير، الحين سقرناه جدل يدع، وحطينا كل الشيارات تحت قطارين، الحين لا كل الشيارات حطينا ثلاث قطارات تحت، وان شاء الله الامور بتيسر، وحين ياسين يشتغلون يعني ما يقصرون قوم مكران، يشتغلون من الصبح. الساعه كم اليوم واعي؟ ستة زين، ايوه ويشتغلون هذا، وين معالي روس، وحين شوي هالايام مشدوه للزراعة، لان هذا موسم الزراعة، فلذلك الحين ياسين نخدم ونتعب عبلين عمارنا، وبونا متعبلين اصلا، يا غير شوي خفت العباله والسب الاسناب وتعبت الزراعه، وحين ردينا ابوي من جديد نتعبل منها، وان شاء الله ان رب العالمين بيطرح البركه وبتتيسر الامور من حسن الى احسن ان شاء الله. وصلاح ابوي زادنا دبي، ابونا صار يومين اقول ثلاثه، قلنا له ما شيء مشكله، اسبوع صراحة أسبوع بتجلس في دبي، اسمي ويلس والله، الله يحفظكم. صراحة يوم الأربعاء اللي خطف الحين، يلس الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين واليوم الثلاث، اليوم السادس يوم له، وبعد بيلس لين يوم السبت. ما قواك يا صراحة، توه مكتشف دبي. لا تعرف الحين الجماعة اللي هو عندهم أنسابنا قوم أهلي متعبلين منه، يجلس ويا عيالهم، ويصبح الصبح يصير بالسيارة يودون المدارس، الفروخ يودون المدارس وياهم، يدخل المطبخ ويشلون ويحطون ويتغدون ضربة، ويغسل الوعيان، روحي عيب يغسل الوعيان، والعصر حصة بنياتهم العيال عندهم صغارية يخدمون الكيك، ويجلس يخدموا وياهم ويفرح ويتنوم في الخدمة. وفلذلك يعني ما بهاين علي اني عيبه يعني، فمخلينا مدام مبسوط برايي شو اسوي بعيبه ضايق يعني. اخي كران شو تقول؟ هي خليه يبو ريوق، ما بصير هناك تريق بسرعه عاده، ف ما تريقت انا لين الحين، ضاري اتريق من صباح الخير، يا غير اللي ودي هاي قلت بالعماله، و أقولكم ويتغدى بيت يوسف أهلي، يصير بيت عند بيت قوم يوسف أهلي، أبو يعقوب أبو نسيبنا، الأبو حين نسيب والولد نسيب، لكن هي أنسابهم كلهم، لكن نحن ليه ماخذ بنتنا يعقوب ولد يوسف أهلي، ويصير حين صلاح ما يود ما يتغدى بيت قوم بيت يعقوب، يصير بيت الأبو بيت أبوه، بيتهم العود روحهم يتغدى عند اللم واللبو واليدات كلهم هناك يجلس عندهم ويفرحوا به. جزاهم الله خير. مرحبا بفرنشا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. قرستي؟ هني ثانك يو. هذا شو حينه؟ زعتر؟ ايه؟ دقه. ايه هذا لبنه بالزعتر ولبنه بالدقه وخياره، وهذا ملفوف هذا الدواري امريكي كان يسمونه، وبتريق على برنامج المستخلاف. ثانك يو فرنشا، تولد مدام اي ام هير. يلا مرحبا 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 بام الحنايه، مرحبا بدوارك، مرحبا مرحبا يا صبغي، شغل الدبل دبل دبل شغل الدبل. يلا هي هي شو شغلتي دبل؟ يلا لا بلي ما شاء الله سنقل شقالة تعبي شو من يور فنجر؟ كم في يور؟ لا 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 فنجر عجبتك
يا صاح نوت اشوف تعالي قرب الله تاع الحموره يا صاح يا شغل الدبل دبل يلا رن عاده اي اي حيش مره والله اني قصرن علي يده مبسوط وياهن ونسولف ونضحك والله يا عزات اللي ويا نسيت ان عندي شغله في الجوازات بعد اي والله اوراق رجبها بعد ما خلصت ان شاء الله اني بسيل الجوازات وخلاص بسيل الموقع اللي قلت لكم عنه اللي اولني ما بطري لين خلاص يلا زين اقولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير صباح تزقريت هي هاي عاد مقولتي المثوره زين زقريتت واحد ويسال الجوازات زقريتت واحد ويسال عند المليج يملج زين لكن عباره اللي اليوم اللي من بعد الجوازات ومن بعد الغداء اليوم ان شاء الله بيستوي عباره كانك ساير مسكن جديد او ساير شيء كبير بيفتح شيء حدث شيء من هالقبيل لكن ما بره ونطريه لين خلاف عاد عقب ما تغدى وعي من الله خير لان الحدث تبتدي الفعاليه من عقب الساعه 4 لكن تحيدوني انا لازم قبل الحشر بعشر ان شاء الله اني بسير بحضر قبل ما تتوافد العرب وتي الناس والحدي يتجدمني ويصور لا 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 اول بادي انا ابويا اول بادي انا قلت بصور لحد يطري الموضوع لين انا اول بادي اسير حفظكم انا حاط في بالي وقال في خاطري من اليوم وانا ظاهر بشيل كندور احتياط بعلجها لاجل الله يسلمكم سبحان الله اليوم يوم طويل بظهر ما برد البيت الا عقب المغرب اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله فلذلك تخيس كندورتي ولا شياته وانا يا ابوكم الحدث داخل ابو ظبي في الخالديه وبيتنا في محمد بن زايد يعني حسين في الشام وجثتي كربله تخيس كندورتي لو شياته شو الحل؟ ما شي حل والله ما شي حل تعال تحيدون هاك اليوم سايرين الفجيره في عزه وساير وياي سايرين ضربة أنا وحسن عتيج رميتي الله يسلمه وفي الطريق انتشبت على كندورتي قهوة سبريسو بعد من الغليل وتميت مويم قال لي حسن عتيج ها مرة لا تشل هم انزل نزلت ويظهر من درج السيارة شيء قوي هالكبير كلينكس خرسان ما ادري شو فيه يقول ياخذون من 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 هل بالبترول وين شيشه البترول انزين وشل قرطاس من هالقراطيس اللي في هذا ومثل قهوه والله يا ابوكم يا غير تحرون السحر يا غير نسيت شو اسمه هذاك وكل يوم اقول في خاطري باخذ منه وانسى يبيعونه وين يبيعونه وين يصبون البترول في الواحات اي فأقول لكم شرات السحر فهذا لازم يكون في سيارة كل حد والمشكلة لين الحين أنا ما أخذت منه فإن شاء الله حسن عتيج شارك تسمعني خذ لي منه ما أعرفه والله شو اسمه تيمن لا خليت منك عاد ما تبي تبوي مكان طباعة إلا القطب ورجال في خير راشد بن مسهر القبيسي مسيب ودم ولحم وصاحب صديق من يوم الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يخليك شوف على غفلة الله دخلت الله يسلمك الله شحاك لا خليت الله أدريبك يا ستوقع لكن ما عليك لا حول ولا قوة لازم أبي تركب لو ما تنت الجوازات وتخلص أمورك نعم ما حد يخلص صدق خلي بعد زين العيال الله يخليهم فيهم البركة غير إذا أنت ما تير وتتهرى يروح نعم والعرق وتشوف نعم لو ما يتنحين هني ما بشوفه الناس كلها داري على الله يحفظك الله يقول لك رب العالمين اللي مسير نعم. أنت أم ساير سويحان ساير سويحان تعشى زين حطوا عشاء
تعشيت لا 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 ما تعشيت طلعت علي صليت عشاء هي طلعت مسيري على دبي اي شو شو مسوي لك شو مسوي العشاء مسوي غزال ضبي ودت ضبي وتنبيت وين دبي شوف يوم الله يكتب البنادم توافي شغل هناك يا الله يبارك الله يسلمك الله يعافيك ان شاء الله المسير الله سبحانه وتعالى ساير حق بيتعشى عند عياله وتيام معاه وكلهم تغديهم انا متغدي يا انزين اي وقال ابوي غداكم ما باه كان ضبي لا لا اتغدى غير العشاء قال ابوي ما باه عيال مسوي له ضبي يفز يقول لكم هالنمونه خير نمونه ودر ابوي عشاهم وسار ابوي دبي سار ابوي حق بيضوي راشده عند عند بنت عند حرمة راشد وتعشى عندها وتريى ولده وويها وسار زار أرحامه ليه في الخان وفي الشارج وما خلى حد ما تلا بدال يلست في سويحان تلا أبو ثلاث أربع أماكن ورد عقب ورد عقب متى رديت مرة ثانية لا لا يعني يوم الشفت يا أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت من الساعة 11 الساعة 12 ونص أنا أصلي في المسجد ما شاء الله شوف الحركة ما شيء شرعت الحركة يا الله يبارك فيك في حالك إيه ما بقال أبوي بيجلس إلا بتسحب وما بصاحي وما في هبة يا رك الله بسم الله عليك اللهم لك الحمد الله يحفظك يبارك فيك يطرح البركة إن شاء الله يخلف إخوانه الله يسلمك أبوي هاي هذا أبوي تحية أبوي من أبو خلف حق زنيد بن عيد وهله فريجه في امريكا سمعوا يا زنيدات هذا ابو سلام رش لكم من ابو ظبي من ابو راشد لين ابويه امريكا كل يوم ترى بيشير كرم سوني كل يوم هك اليوم احط تحيه من الزنيدات ويجيبهم بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله سمعت ابوي اللي في هيوستن اللي في امريكا في هيوستن ترى ابوي يسلم عليكم ابو راشد سلام كثير ويتمنى لكم ابوي العود السريع والحميد ان شاء الله كل اللي يدعي لكم ان الله يعافيكم ويعفو عنكم ويعودكم سالمين غانمين انتم والمرضى اللي في هيوستن اللي في ديره الغربه كلها الى الله يبارك فيكم اقول لكم خلص من الجوازات الحمد لله الامور تيسرت حطينا الجنايني هذا بدال الجنايني اللي قبل هذا شعبان بدال هذاك اللي قبله ابو رمضان اقول لكم يمي الرسائل تخبروني عن خيط المقاصير ابوي خياط المقاصير حطيت بدال الودي هلف ويوميا احطه على الخاص اللي يسالوني يطرش واللي يسأل فهذا ابوي كله ياخذ وقت انا ابوي لا امتلك القدره حق كل حد يسالني المطعم اللي في البلاد الفلاني في الشيء الفلاني شو كان وشو سعره أبوي أي معلومة بالنسبة للسنتين اللي اختفت في حياة السناب شات موجود أبوي على حسابي في الانستغرام وموجود مكرر على حسابي على اليوتيوب فلذلك أي حد يبقى هالأساس أنا أحط يوميا الإعلان مال حساب اليوتيوب وحساب الانستغرام وحساب دهنة الأدواب هذا كل ابوي مجموع في ملصق واحد واحطه وانا بعد صورتي ورا متفيزر زين هذه وحده حتى اللي بيحط فيديوهات بيندب شيء فيديو شيء زين فنان شواب عيايز شباب عمل خيري شيء فنان من مجهوده هو ما بمجهوده ويكتب لي اسم شركته ولا بشغله ويكتب لي اسمه ولا بيعد قصيده بيحط سنابه واسمه انا ابوي ما احط سنابات حد اللي بيحط سناب ولا بيحط اسم شركته ابوي لا يخصني لا فيه ولا في المنتج ماله انا بسوي اجتهاد شخصي للانسان روحه واللي بينتشر مجهوده وينتشر ابوي بسمعته الطيبه وبطيبه الطيب عيب الطبيب يداوي القلوب يفتش الحروب يا الله ياركم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير يعني الله يحفظكم باجي ساعة وخمس دقائق الحين الساعة 3:45 والساعة 4:30 بالضبط موعد افتتاح صالة ومعرض نيسان الجديدة وكالة المسعود مسوين صالة لعرض النيسان صالة عرض النيسان المعتمدة الجديدة والأولى من نوعها
على مستوى الشرق الأوسط، ما حد جد سوى صالة العرض هذه بالهيكل والشكل والرنج والنوع والحجم والموديل والديكور والتصميم للنيسان الأم اللي في بلاده، نيسان الأم اللي في بلاده في على عمل بحرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في بادرة لم يسبقهم إليها أحد. فشيء جميل، الديكور والترتيب والعلم والألوان وطريقة العمل. سنة 1971 تأسست الشركة في شارع حمدان. الأول ما شيء مع معرض ووكالة، لا حفيز الأول، حفيز قب مسعود، حفيز قب بن مسعود، وين سايرين حفيز قب بن مسعود، وين جايين حفيز من حفيز قب بن مسعود. والحفيز هذا متكون من مكونتن أسرة، الأسرة عبارة من ثلاث أشخاص، محمد ورحمة وعبد الله المسعود. فهذه من أول الشركات أو المكاتب اللي تأسست مكتب عائلي يضم عائلة وحدة أخوان من هذاك الآن إلى يومنا هذا. إنفينيتي ونيسان ورينو، الموزع الحصري هو الهم. شركة المسعود للسيارات هي الموزع الحصري للرينو ونيسان والإنفينيتي من 40 سنة، وما زال ولله الحمد. الشركة لها 8 أفرع، 8 معارض. الأول لو تامي عزم الأول بيقولوا 8 حفيزات، 8 معارض لهن اللي هن صالات العرض الكبيرة. حاليا اللي بصور لكم اياه ابو ظبي الله يحفظكم، والعين، ومدينه زايد، ومدينه الظفره. هالاربع اماكن، الاربع المناطق الموجودات فيها 8 معارض، لا بواحد ولا باثنين. فلذلك تلقط الخدمات والعلم والخبر وكل ما تتمناه النفس موجود عندهم. وحاليا يعني الله يحفظكم بيستوي الافتتاح الرسمي اليوم، بيستوي الافتتاح الرسمي. بيتي ابوي اللي بيجون ابوي من اليابان من طوكيو، بيحضر سعادة عبد الله مسعود، وبيحضر على الله يحفظكم سعادة مسعود بن احمد المسعود، وبيحضرون كلهم كل الجماعة وممثلينهم والمدير الاقليمي والمدير الشركة بكبرة من غير اللي جايين من طوكيو. حد عاد اسمه قلج ولا روما حفظه، بقيت حفظ اسمه ها ما قوم تشون تون تون من هالنمونة وايدين ما روح حفظهم. حاولت لين الشد ما قدرت حفظكم. أنا وصلت الحين المعرض الخالدي اللي عدال سبنس، معرض اللي عدال مخفر الخالدي، بعد هو نفسه بين علي يساره مخفر وراه مخفر الخالدي وعلي يساره سبنس، ومشاهد تنه أبوي الخالدي. شو بقولكم الموقع روح فنان على الكورنيش، موقع يا ابوك ولايتي، روح الموقع بكبره ولايتي على الله يحفظكم. انزين فبطالع شو اللي نروح نصور لكم اياه من داخل، وبنطالع اللي الله كاتب انه بنسوي، بصور الافتتاح وبنعطيكم ابوي الاخبار والعلوم كلها. ما بضلاله، هذا بنك الخليج الاول، وهذه وكاله المسعود، هذا اولها. وانت ساير كامل هالبنايه من تحت كلها معرض ابوي شوروم نيسان. وهذا الحين بيستوي الافتتاح الحين، عاد توافد العرب، اظن العرب كلها سعر الصبي الحين اللي خلصونهم الصلاه بتشوفون الحين. خذ سيارتي، خدت من لم واللبو، خدت التوأم بعد، خدت خوات توأم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الرحمن.
لعبد الله، تعال لو سمحت. عبد الله انت ابوي مدير المبيعات، حياك طال الله يحفظك. شو بتفيدنا عن هالتحفه هالتحفه الفنيه اللي ما في شراكه؟ هذه طال عمرك السياره خصصت حق النيسان فقط. هذه تعتبر من رسام ايطالي. نعم. معروف على مستوى العالم. طبعا هذه السيستم صممت بس حق السياره هذه، وهذه دائما موجوده في كل المعارض اللي احنا نعرف فيها هذه السياره، لأن هذه السيارة تعتبر شيء مميز. يعني شيء شراتها للبيع ولا بس هذه؟ بس هذه وحيدة طال عمرك في العالم. ما شاء الله. وين تكون موجودة؟ بس نعرضها في الإيفنتات اللي موجودة عندنا بالوكالة. أيوة. هي. اللي موجودات في الإمارات يعني. اللي موجودات في أبو ظبي طال عمرك. في أيوة. أبو ظبي والعين. أيوة. نعم. الثمان معارض نعم. طبعا. كل بين فترة والثانية تعرضونها في مكان معين. لأنه تعتبر هذه تحفة. وهي تحفة. موجودة. وهي يعني ما يبالك كلام. اكيد طبعا. اي مكان يبوك بتصير بتتم هالسياره كل هالعالم بتتفرج عليه. ما شاء الله عليها، الوانها حلوه، واللوحه والفكره الرسام اللي رسمها وايد وايد يعني وايد يعرف بالرسم، ووايد معروف عالميا الرسام. الحين اسمه هذا؟ بلاتينيوم. نيسان اسمه هذا بلاتينيوم. ايه هذا النسمة. هذا النسمة. شراتي اللي عندي انا. نعم. أيوة. طبعا على فكرة باكر بودي سيارتي تشيك. مرة حاضر. الحين داخل كلها تمت البقليتات. مرة على اساس اني يعني ما ادري اظن هذا تيمها الحين مال التشيك. هذا ثاني تشيك. تبان انت رشك دريول بعد يشلها بعدين. يعلك تسلم. ما تقصر. لكم صورة قديمة ونادرة سعادة عبد الله المسعود، على الله يحفظه أبو حميد. وهذه صورة مسعود بن أحمد. مسعود بن أحمد المسعود هذا عاد الرئيس التنفيذي ومدري رئيس مجلس الإدارة اللي يشق ويرقع ويخيط أبوي وكل الأمور الدنيا كلها عنده. ها أبوي أبدًا إني ساوي أنت ظاهر أبوي في مخباك تحطه. زين. وهذا يعلى الله يطول بعمره الشيخ محمد بن زايد أبو خالد شمعة الجلاس بركة أبوي الدار وما حاج حوشها. وياه الله يحفظه طارق المسعود. وهذاك جمال جمال الشعفار. وهذا على الله يحفظكم سمو الشيخ محمد بن راشد. على الله يحفظكم عبد الله المسعود ويا طارق بن أحمد. وهذا بعد عبد المسعود. وهذا اللي قلت لكم اسمه صعب ما اروح اطريه بالتشين والكاف ولا لا لا ما اروح اطريهم. اعتقد اللي وراء عناد. اعتقد عناد اليخت عناد هذا اشهر يخت في شنتي ابو ظبي. ايه ما سعاده عبد المسعود اسمه عناد ينضرب بالوصوف. ايه عدت الشعره في القصايد وعدت الدنيا. غير ان شاء الله اني بصوره لكم يوم من ايام الله وبرميكم الهست كامل بتشوفون الشيء اللي ما حد شافه. عاد الرد حينه ابتدت العرب تهضل حد شرق وحد مغرب. شو رايك انت في اليخت عناد؟ بس عناد ما عليه كلام. مره دحين العرب الحين ما عرفت منو اللي ظهر لهم في فجاه. ما هي لا لازم تخبر. خلاص بيعرفون. لا لازم تخبر. علي. بس علي عاد. سعودي. اي والله بالنعم. الله يعينك. ترى ابوي بالعماره سويت الحركه هاي لانه ما حد يصوره وحطيته قدام الامر الواقع. انزين شو رايك في عناد الحين انت؟ بس عناد ما عليه خلاص. واجب عن الحكي؟ نعم. مره شيء مسكت ابدا ان شاء الله. ما في يخت مثله في الدنيا العوده. ان شاء الله انه بنصوره بنصير بنسوي له زياره خاصه. اول الله. الله يحفظكم مسعود بن رحمه المسعود. وهاي ابوي كلهم ابوي هلا تشوفها كلهم ابوي تبع الشركه. هذا عرفان ابوي المدير العام. ايش قال اصور الحين؟ كيف حالك؟ هذا عرفان المدير العام كبره مال المبيعات ومال السيلز يعني الامور الدنيا كلها عنده مال المعارض كلها المعارض. هذا يا الله يحفظكم مرشد والحياة ثاني بمرشد. ما يدري بني يا صصر. وهذا سلطان خوري. ايه ولد الكمبني سلام عليك. كيف انت؟
خالد تعال بخويك بسير معاك بسوق الدورية. لا السلام عليكم يا محمد. اهلا كيف انت؟ كيف حالك؟ لا خليت منك اشوف اليوم مرحبا وسهلا. يا شرح صور من الصبح في ايده كامل عنك. لا والله اي والله العظيم الله يحفظك يبارك فيك. لا خليت منك. هذا مدير ابو نيسان العام مال الشرق الاوسط بكبرها. هذا اللي تشوفه الشرق الاوسط بكبر. هذا المدير العام مال نيسان بكبرها اللي تشوفه. هذه السيارات طال عمرك مسوينهن بحلول بخصوص حلول 60 عام لشرطه ابو ظبي. شو مناسبة اللون الجديد هذا؟ شو السبب؟ طال عمرك أكيد مناسبة. لا بد منه. نزيد. تغيير لا بد منه. يقول خطاب يعني 60 سنة. 60 سنة فتبدل اللون جميل طبعاً أزرق. أيوة. و ملفت للنظر ملفت يعني. النظر جميل جذاب طال عمرك. السلام عليكم. الله يحفظكم الحين كل الجماعة يتريون وصول سمو الشيخ نهيان بن مبارك على الله يحفظه ويتريون وصول سعادة عبد الله المسعود وحميد كلهم حين الجماعة يتريون. ها بالعود ما شاء الله عليك. هذا طارق المسعودي على الله يحفظه توه واصل. هذا فرع التخفيضات عادة. هذا ابوي ليه خفض المسعود. هذا ابوي كلهم فيهم خير وبركة غير هذا عادة مميز على الله يحفظه ما تدرد حد. ولا هذاك ما شيء ما شيء فائدة. لو تبون ذنب من ذنوبه ما عطاكم ذنب. اي والله ذنب ما يعطيك من ذنوبه. الله يسلمك. الله يحييكم ويبجيكم. سيل الفطائر شو رايك؟ كنت الفطائر بنسيل البحر. سيل البحر بوديك؟ هي شرات سيل الفطائر عند بيت عبد الله المسعود. جاينا. لا شو ما تبغى؟ يا لا يا سلام يلا ولايتي يزير ولايتي دوم اطريها للجمهور اطريها للمتابعين دوم اطريها ضروري يعني اهداك بنسيل. مالك طيب يا اخي. لا نفس السيل العامية. مالك طيب. لزم الحيل كامل. على الله يحفظكم. على الله يحفظكم. ومايو ومايو هذا ابوي هو لي اول من نعت هل الامارات وخبرهم بتايلند والناس عرفت تايلند بولا من عقبه. وهو يعني الله يحفظكم شغلته مدير عام في وكاله نيسان وحين مدير عام شركه كونتيننتال. وهو ما شاء الله بعد المامر الناهي في احدى الشركات الكبيره في المسعودي على الله يحفظكم. ريال طيب وما شاء الله عليه. والله اني قلت في خاطري كلام رمست مكسره ظهر بلبل عربي رقم واحد. كيف كيف امسك انت رقم واحد؟ انت الاستاذ. ها انت الاستاذ. لا والله انت توقعت انك بتظهر شويه. والله انها رمسه طلعت رمسك ولايتيه. الله يبارك فيك. يلا حطيت علينا خفيف خفيف. كلها ابوي العرب الحين يتريون وصول سمو الشيخ نهيان بن مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان على الله يحفظه ويبارك فيه. الحين يتريون بعد بيكتبون عن العروس. الحين عادة هاي عبارة العروس قبل وهم برقعة. الحين عبي يقولون عنها البرقع ويشوفونها الحريم ويشوفونها بيشوف المعرس بتشوف خلق الله كلها جاية مخصوص العسب بيشوفونها البرقعة بيعقون ابوي عنها شيلتها وبرقعها وعلمها وخبرها بيخلونها ابوي جطل كاشوفي عين شوفي قدام ياه تلا وعالمه. اليوم بحضره فيها من كل اسم ونوع البسار مكود
شيء بسينة، شيء بسار عربي، بسار العادي، شيء ظل، وشيء بعد البسار اللي مرة اللي ما شيء كبر هذاك العود ظل بعد أكبر عام ظل ما شيء. وها ما شاء الله حتى النغر موجود تبارك الرحمن نغارة. وشو بقولكم، شيء عنافيز وشيء من كل ما شو عاد هناك تبارك الرحمن. هنا عاد ها هذا عاد فريج الهوامير، هذا قوم بالسفر الكنادير بها كلم ابوي هوامير هناك ابوي كل هالهوامير تبارك الرحمن. هاي يقولك هي شيخة السمك، شيخة السمك والسمك الغالي والشيء المميز الناس تضرب بالوصوف. فلذلك ابوي اغلى سمك فيك انت، فيك انت يا السوق انت يا الهامو. بشويته هذا بسار بشويته الو قلت لكم بشويته هذا بسار الكبير، هذا انطاح في غزل زخه هو غزل وعقه. الحين انا بسلم انا بصور هذا الله يحفظكم مسعود بن احمد، هذا مسعود بن احمد مسعود هذا ولده. انت الحين مسعود؟ اي نعم. زين تدري عن تعذيبك انا؟ يوم في كنا نتمرن في النادي. لكسي والله. والله ما كان ما شاء الله كتبت وينه؟ سليم الله يحفظك ويبارك فيك الله يخليك. هذا من اصدقاء الجيم ما شاء الله عليه، لكنه واظب وما زال ومستمر على الله يحفظه. فلذلك اي انسان يتمرن يستمر ابوي في الطول وفي الزين وفي الحيويه وفي كل شيء. يوم اقول لكم ضروري التمرين لا بد ولا عذر منه، وانا التمرين ابوي اي طاري صبح ومساء وين ما اصير اي طاري. هذا على الله يحفظكم الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد بن خليفه ال نهيان. شو النيسان زين بالله عليك بتودي حق منو حمد طلش بس حق امي يا على الله مسوي سناب بس حقك يا على الله يطول عمرها. يا رب تخيل انت هالجمله يوميا انا اسمعها 1000 ودي يحب لك وانا حياتي كلها حريم يحب لك الحريم بس قاصمنا شويه الصباح والله لك تشكرك of Nissan Middle East, Mr. Kalyana Shivagnana.
And now we would like to invite His Highness and dignitaries to proceed for unveiling of Nissan X-Trail 2018. هذه النيسان عاد الجديدة أول قبل منها الحين موجودة أول حبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا حجم المصغر، الحجم هذا توه واصل. زين هيا عزت لكم الشيخ. والله مليون مرحبا ابو شهاب، مليون مرحبا، مليون مرحبا، مرحبا بريحة الطيبين. سهل سلامة الوالدة. أم أحمد توها واصل من العلاج عاد من ألمانيا بعد غياب تقريبا أكثر عن 3 شهور. أيام بن الحمداني الله يطول عمره، حياة الشيخ الحمدان بن محمد كان يعتبر يمين حياة الشيخ زايد، ودعمه كان يمينه يده اليمنى، كان حياة حمدان بن محمد يعني الجنة ونعيمها يمين حياة زايد. الله يغفر لأبوه إن شاء الله، الله يغفر لأبوه له الجنة ونعيمها، الله يغفر له. وهذا أبوي الحبيب سعيد الهامبي، سلام عليك، ها صديق الجمع هذا خات الختلة، الله ولا يتنصخ، لا إله. يعلى الله يحفظك يا شيخ، يسر امورك طال عمرك، يعلى الله يحفظك بحمدان هداه الله. كلها العرب ابو نيسان ماشي، كلها نيسان، سلم انت، سلم على امك حبت تنسى، كلها العرب نيسان ابوي، كلها ابوي العالي، اللي عنده اللي ما عنده كلهم ابوي نيسان. يعلى الله يحفظك، يعلى الله يحفظك يا ابو حمدان، باركتوا، مبروكين مبروكين، مع السلامة شباب، مشكورين ما قصرتوا، جزاكم الله خير. حضرنا الافتتاح ورمسنا ورمسوا ويانا وسولفنا وسولفوا عندنا وصورنا وياهم، صوروا ويانا
وتبادلنا المعلومات، تبادلنا الأخبار، تبادلنا كل شيء طيب، تبادلنا التحايا وتبادلنا الرؤية ووجهات النظر وسولفنا، ويا الإنجليز ويا الياباني ويا الصيني ويا العربي ويا اللبناني ويا المواطن ويا من كل فئات العالم، ويا الحريم ويا الريايل ويا الناس كلها، وانبسطنا وكان افتتاح جميل وطيب. تشكر إدارة المعرض على تنسيق هالحفل الفنان الغاوي اللي ما ششراته، والعرب كلها حضرات والناس كلها مبسوطة، كلن يشكر. وشي ما شاء الله، هذا بعد ساعات يستوي لبويه زلة لسان شرق ولا هذا أول ثاني. أنا أبوي أنا ما بإعلامي ولا بيارس أبث أبوي في قناة تلفزيون، هذا تعرفوني قصتي روحي مالتي، قصتي روحي ما بمال التلفزيون ولا بمال قناة إعلاني إعلامية. أنا هذا حق الناس اللي تعرفني وأعرفها، لازم اللي يبغي الشيء بالحرف ويدور نماذج حد يغلط في التلفزيون، تلفزيون بوظبي، تلفزيون دبي، تلفزيون الشارجة، المحطات الرسمية. أنا أبوي هم محطتي مالتي، أنا قيس تفكيري وقيس لساني شي يقودني أقول إنزين. فبنادم يستوي لأنه يغلط. قلت بحضر الشيخ نهيان بن مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان، وبدال ما يحضر سمو الشيخ نهيان بن مبارك حضر سمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد بن خليفة. شو يعني هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ هذا اسمه نهيان بن مبارك وهذا اسمه نهيان الشيخ نهيان بن مبارك، وهذا يعني الله يحفظكم الشيخ نهيان بن مبارك وهذا الشيخ نهيان بن حمدان، كلهم أبوي إخوان وكلهم بني عم. هذا أبوي حياة حمدان بن محمد أبوي عليه الجنة، وهذا أبوه حياة مبارك بن محمد. شو يعني؟ شيء بسيط التحرن هالموضوع، بهم بشيء بسيط. أبوي الأسامي روح حتهز الأسامي روح أبوي، أنت من تطريها ضرب شارات عقار البقر. وين تبوني ما أغلط بين نهيان بن مبارك ونهيان بن حمدان؟ زين مني بعد يوم طريت مثلين التن. الحمد لله عدنا المغرب، يعني الله يحفظ شيوخنا الصغار والكبار بالامهات بالابهات باليدود بالاحفاد، ولا يغير عليهم الا الى الاحسن يا رب العالمين. بنطقه هلذان يلا يلا برخصتكم، واعتقد ان شاء الله بعيننا الله خير بيجلس ام محمد بسولف وياها شوي بتقهوه وبنرمس خلاص، ومن عقب ما تقهوى بسير إن شاء الله النادي، بصلي العشاء وبسير النادي. وعقب أظني شيء خروف، خروف اليوم 90% إن شيء خروف إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. وهي هذا تعرفون شو ليش توني قلت هالمعلومة؟ قلت والله وايدين أنت ليش تغلط وخلط؟ شو يعني شو المشكلة؟ هم يعزلهم المعازيب ويعزلهم المعازيب ويعزل أنتوا كجا مرحبا يعني، لأن نحن هذه زين. أقول شيء خروفة خلاف، هب خروفة قصة حقيقية من أجمل القصص، من أجمل القصص اللي من سوى السناب كنت عدنها هذه المالة اليوم. بنعد لكم قصة يعني شيء لا صار ولا استوى إن شاء الله. إن شاء الله أني ما تيني العيازة يعني، ما غادي هيز ولا شيات تهايز وما عد القصة. إن شاء الله أني بعدها قصة واقعية وجميلة. أكيد كالعادة إبليس مرة حطت شلوفة ودلاهن وقال لي لا تسير وبسك من رياضة، واليوم أنت كاد عمرك هالمكدة كلها وما يحتاج تسوي رياضة. اللي سويتها هو عن 600 رياضة وكذا. واحد من ربعي بعد قال لي نفس الجملة هذه، يعني عبارة كلهم عبارة من نفس طائفة إبليس. لمراد أبوي أنا يا خالد بن أحمد الخالد أبوي تغلبت عليهم، تغلبت على الربع وتغلبت على إبليس ولله الحمد. وكمل طريقي للجم وحين سائر أتمرن وبقضي وبمضي بسولف بصور بدردش وياه من أبا أدردش وياه، وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أني بعدكم بخروفة خلاص إن شاء الله. بخروفة سالفة صدقية يعني، قصة حقيقية وجميلة إن شاء الله. هاي ما شاء الله ما شاء الله بالمعرس ما شاء الله بالمعرس، على الله يحفظك مساك الله بالخير.
وين ابوي؟ كم من يوم ما شفناك؟ كم من يوم ما شفناك؟ ولا انت خاله؟ انت خاله بشنا. يلا يا العرجال. حليله هاي عاد معنا الاسبوع الجاي شهر الجاي يلا نبيع على السنة. سلطان ها من حل صدقاننا يعني صدقان الاوليين يعني من اول ما دخلت الجيم ونحن ضربه نتمرن اشوف هالشركه يوميا يعني يلا يلا حاد بنات مستخلاص. توني عامل جيم الحين ها برش عمري قطرة ماء او باكل لي شيء بسيط وبيعد لكم القصة حتى لو عايزان في خاطري يعدها قبل ما انساها قصة فنانة بلي قياس واقعية Thank you برجاء الانتظار لمن سوف ينتظر واللي عنده دوام يرقد براي طبن وباكر ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين يسمح او يتفرج عليها يلا يبالي شي 20 دقيقه شيء وصفي على الله يحفظكم سنين يقول الوصف او يقول متوصف دنيا يوم اقبلت يت بشعره تنقادي يوم ادبرت ما فادي سلاسل انقطعت هذه الدنيا ويقولون بعد ان الدنيا دواير يوم لك ويوم عليك يقول بعد الشريف ان اقبلت لك الدنيا جاد حظك واشترى لك هذا الشريف مع بمقوال الشريف ان اقبلت لك الدنيا جاد حظك واشترى يحفظكم الشاعر زيد الخشيم يقول دنياك لو ورت لك الويه بسرور شينه هي زين ولو عمن البصاير ولدبرت ما ينفع الراي والشور ولو مليت من الحرس كل عاير هذه الدنيا من تجبل عليك اقبلت بكل ما تملك من قوة ولد برت والله يا ابوك لو تحط لو تسوي لا تسوي تراها الدنيا ابوي مدبرة خلاص ضاع الشانس ماشي حظك تردى كتبه ماشي الله ما برايد لك لو الله رايد لك الخير بيك لكن هاي الدنيا رب العالمين يسويها توافيج والمسخر الله يوم الله يمر كم فيكون الدنيا تراها تمشي كلها بأمر الله سبحانه وتعالى هذا الوصف الدنيا يوم اقبلت هذا وصف له قصة والقصة واقعية حقيقية 100% مستوية القصة سنة 1854 الوصف هذا على الله يحفظكم قال في الرياض والقصة هذه الحقيقية مستوي في الرياض على ريال من أتجر وأغنى أغنياء شنتي الرياض اسمه عبد الرحمن بن غيث هذا ريال ثري كراء فاحش وغني والغني الله عنده مال يغطي مطلع الشمس كريم يشق ويرقع ويامر وينهي سد حاية المحتاج اي فتشت كربة المعسر يوز يسوي الشارة يسوي الشارة وينفع المسلمين ويتصدق وراعي زكاة وراعي ميلس وراعي موايب وايدة له علوم الريايل اللي في الدنيا كلها عنده ريال راعي علم وخبر ريال ما تنعد الريال اللي من عقبه هذا اللي هو عبد الرحمن ومسكنه قصر السكن اللي ساكن به هو قصر ما بالقصور الحديث اللي مثل الحين القصور الأول اللي مثل قصر الحصن وقصر قصر الياهلي وقصور اللي في الدولة كلهن يعني قصور من طين دور ودورين وثلاثة قصور الأوليات دور ودورين وثلاثة أنا روحي شفت شيء قصور في الحسا شيء قصر في البريمي قصر تركي بن عطشان شيء وايد القصور قصر الحصن شيء قصور وايد اللي مستويات من أميات وعشرات السنين يعني شيء لكن من طين هذا من طين ما بشارات القصور الحديث الحالي
وين شيء اسمه محتاي فيك انت الرياض اي يطلب ياخذ الدين من عبد الرحمن بن غيث. كل العرب تدين من عنده وما يقصر في حد. ويقولهم من عسركم لين يسركم. المرأة دارت الدواير على هالرجال ودارت الدنيا وحظه تردى أدبرت عاد عنه الدنيا. ترى الدنيا الأول مجبلة خلاص أدبرت. انكسر الرجال في تجارة ترى تاجر انكسر مثل ما حين تشوفون هل بالبورصة فجأة الرجال من أغنى لأغنية نهار ثاني قالك والله خسرت 200 مليون 300 مليون تردى حظه خلاص تقمح الرجال هازم أبوي صفع عمره بالكرب حيث أنه خلاص افتقر بين يوم وليلة. يا غير هذا الرجال انكسر عقب مده وشاع أول راعي صيت وعلم وخبر قصر وخدم وحشم عنده يعني ما بأي إنسان عادي. يا غير انكسر شو بيسوي حال الواد من ينكسرون ما بعيب الواحد يوم ينكسر لكن ضروري أنه يصلب عمره ما بدنا خلاص انكسر ينتهي لا يحاول مدام الربيع بد والما يورد ما يهبط من عزومة يتكل على الله ويسعي ورب العالمين المرزق كان الله كاتب لك انك ترد بترد. انكسر عبد الرحمن بغيه يا غير ما بغى حد من هل الرياض يدريبه انه انكسر ولا انه محتاي ولا انه يبقى مساعد من حد بشيمة ما طاعت نفس ما طاعت رجال من أصبح من يصبح لين يمسي الميال ستطلقة والخرفان التخالف والجدور تنبخ والخدم والحشم والعلم والخبر ما بغى يظهر مكنونة ما بغى يظهر سد عند هله وعند ناسه. يا غير هذا ما عنده شيء مرة ما يايد ولا يعلم تم يضرب أخماس بسداس شيء مدينة اسمها شقرة تبعد عن الرياض ما يقارب من 200 إلى 180 كيلو تبعد مدينة شقرة تبعد من الرياض لين من الرياض لين شقرة ما يقارب 200 إلى 180 كيلو. الرحمن بن غيث يعني الله يحفظكم عقب ما صابه اللي صابه وانكسر يسمع بشخص ينقال لسعود الأسد. سعود الأسد هذا على الله يحفظكم في وين؟ في شقرة. وسعود الأسد هذا ينضرب بالوصوف في الكرم وينضرب بالوصوف في قضيان حوائج المسلمين وينضرب بالوصوف في كل علم طيب. رجل وات نعد الرجال اللي من عقبه. قال الحين هنا شي يلسني أنا في الرياض ليش ما أسير أبوي عند أسير عند سعود الأسد وأشكي له حالي لأنه هو غني وأنا من تيار هل الرياض وما حب يعرف اللي بيحس بالعوق اللي أنا حاسب بالله هو لأنه من نفس طينتي هنا. والله يركب على مطيته الليلة الأولية الليلة الثانية ولأن عبد الرحمن بن غيث أبويه وصل أبويه عند سعود الأسد سلام عليك أنا أبويه عبد الرحمن بن غيث ومن أكبر تجار الرياض واليوم أنا انكسرت وطايح على الله ثم عليك أنك أبويه تقرضني قرض حسن مالي من عقب الله إلا أنت. قال إن شاء الله عين خير اصبر وانا ان شاء الله بتبات ومن اصبح افلح الصباح فلاح. انت حين جاي عن ثار طريج وتعبان لكنك ابويه امس ورقد وان شاء الله كرامك بتحصلها ولكل حادثة حديث باكر الصبح بيك العلم الطيب ان شاء الله. ما يسري بات ابن الاسد بيته قال له يا عبد الرحمن بن غيث قال له يا ابن الاسد تراني انا عندي قصر اللي في اوله ما يشوف اللي في اخره من كبره. يا غير انا ما بغيت ابيع قصري
انبعت قصري بتعرف العرب اني انكسرت، وانا من عقب العز والكرامة نفسي ما اريدها تنكسر. على هالاساس انا جيتك لين شقرة طايح على الله ثم علي، قال لك قلت لك امس وان شاء الله انك من تمسي وتصبح الصبح وبيك الريوق وبتريق وبيك وما يصير خاطرك الا الطيب. انت امس والصباح فلاح ان شاء الله وما يصير خاطرك الا الطيب، واصبحوا الصبح عقب ما صلى وعين من الله خير، ولان ابوي جايينه ولد الاسد جاي حق منو؟ حق عبد الرحمن بن غيه، ولان جايب له ابوي ربطه بيزات. قال له هذا ابوي المبلغ، هذا ابوي المبلغ قرض، قرضه من الله، قرض الله والحسن. هذا ابوي سلف، سر بيع واشتر وتاجر، وان شاء الله اذا الله فرجها عليك ترى واعتدل حالك ترى ابوي هاي قرض تنحس. ابن الاسد قال حق عبد الرحمن بغيت ترى هالمبلغ سلف، هذا المبلغ سلف قرض حسن، تقضي حايك بع واشتر وتاجر، وقت ما الله أسع عليك حلالي تيب لين مكاني، هذا سلف، سلف الله والإحسان. قال ادفع الله الشر والبلاء عنك، حقك بيوصلك لين مكانك، والله إن شاء الله يملك دبة حياتك مثل ما تيملت فيه وسديت حايتي. وقبض أبوي طريجه توكل على الله، توكل على الله عبد الرحمن بن غيث، وباع واشترى وسوى الثروة في خلال سنتين، والسنة الثالثة رد عليه ماله وحلاله كثر الأول بلك وستمية ودي. يا غير شو نسي الرجال هذاك، نسيه، نسى القرض، أن ألهته التجارة والها حال الدنيا والهت العيال وتم في كرم الأولي، يعني ما تردى كان ما زات. رأى الكريم ما يستوي بخيل، والبخيل ما يستوي كريم، لو تنطج لو بتنطبج السمع الأرض. يا خير مشكلته إنه نسى الدين ونسى الرجال اللي له بيزات في ذمته، لهته التجارة والأعمال والكرم والضيفان والساير والياي والذبح والصرخ، يعني أمور الدنيا. لا ما الله من يلومه، أنك يا رب العالمين ودارة الدواير. وانكسر منه سعود بن الأسد، انكسر وآزة ما عنده عشا ليلة، والله يرحم من يرحمه من عقب الكوك الدنيا رب العالمين. انكسر إرادة الله، انكسر ترخص من عياله من الليلة. قالهم يا جماعة الخير، هو في شقرة حينا، قالهم ابوي أنا منقود علي هاي الاسحاط يدي على خدي، لكن ابوي أنا بفزع الرياض، ويقولون الرياض فيها أشغال وفيها يدورون كولية، وأنا بسير ابوي بكد وبشتغل، وإن شاء الله أنه الله بيرزجني وبيجيب لكم الخير وياي من الرياض. الرياض بلاد كلها أمرة وخير وعلم وخبر فيها، وصار يبيكد يبترزق الله عسبي يسد حياة بيه. الرياض في وقتها فيها نهضة عمرانية، يبنون من طين، كلها الرياض بنيان من طين، وفيها نخيل وفيها ماء، فيها ماء غدران وفيها ماء أرقوق وطويان، وماها حلو زلال. الرياض بعد شو خليت، وبيصير بيشتغل كولي. هي نعم ابن الأسد صار بيشتغل كولي، لا حول ولا قوة، حال كولي في الرياض. وصل ابن الأسد من شقرة ودخل على الرياض، دار ويا العمال، شاف العمال حالتهم كسيفة، وهو جاي عنثر ترف وعنثر خير وعلم وقصور وبيوت ورغد حال. يلس أول شيء بين العمال البنايين وهالكولية، ما هانت عليه نفسه، ما هانت عليه نفسه من عقب هذاك العز يجلس ويا كولية، صار على يمد ضك على يمد من ناك ويلس حاط يده على خده، ما برايم يتأقلم ويا العيش الجديدة ويا بيشتغل كولي، ما بيرو يا عجايل الله
يعني ما يستوي ويلس ما هانت عليه نفسه يلس عليهم يا رجال شاف جالس متبرز روحه قال يا ابوي بلاك انت ما تبى شغل ليش عازل عمرك قال له والله يا ابوي انا جاي من هجرت بعيده اسمها شقره وانا ابويها نفسي شويه شرسه ولا احب اتعامل مع الناس ولا احب ارمس وياهم وايد وقال له زين بدامك انت ما تبى شغل قال لا الله ابى شغل ما جيت انا الرياض الا طلاب للشغل ولا جيت للرياض الا ادور الشغل وادور الرزق والنصيب قال تبى شغل قال له نعم قال كانك تبى الشغل ترى الشغل اللي عندي شغل صعب وما بكل حد يقدر عليه قال ما يصعب علي صعب الشغل انا ما جيت من بلادي الا ادور الشغل لو ان شاء الله بتحطني اكسر الحصى اش سعود بن الاسد وصار ويا الرجال هاي الفورمان قال لابوي هذا الشغل هذا القصر العود اللي تشوفه قصر من طين عود دوري قال هالقصر اللي تشوفه كل ابوي الله يعزمك والسامعين ممزور كل سمار وهذا ابوي حمار اباك ابوي تخم الحوي القصر هذا كامل وتسوق ابوي على ظهر هالحمار السمار وتعق خاري تنظف القصر تنظيف أباه يلق وانت يا سعود من عقب أبويا سعود بن الأسد عقب هاك العز والدل والدلال والميالس الطلقة ودلال الرسلان اللي اتخالف عقب أبويا المداخل اللي اتخالف وريحة العود الصنفي أبويا آزم أبويا يحمل أبويا في اللي حطونه على زمالة الحمار يسمونه وزر ويمزر الوزر ويحطه على زمان الحمار ويكود خاري ويكود وهيلة بس ليه حر موت قيض وحر الرياض شو خليت عاد انت يوم مرة تعب تعب حر ما جيب الله الحمار واجف الله عزمك والسامعين نشب ويه وحط راسه عبد الرحمن بن غيث تحت وين تحت ظلت الحمار ظلل ظلت الحمار وحط راسه وختل رقد شويونه توهبت غفي عينه لو غفت بالعز هذا كله يرقد تحت ظلت الحمار نش الحمار الله يعزبك والسامعين وبال بال خاصة أطراف ابن الأسد سعود يا شيء من البول على راسه وطالع يوم عفد نفض عمره مش عادة متحسف على عمره على الوضع اللي هو فيه على الوضع اللي هو عليه مش وحط راسه على ظهر الحمار وآزم يصيح يا عين هلو يا عين هاتي هي نعم من عقب هاك الخير والعلم والخبر إلى أن حمار يبول عليه هاي مصيبة زين يا مانا الطماط يلس ابوي حاط راسه على ظهر الحمار ويصيح يا عين هلي ويا عين هاتي يا عين هلي ويا عين تم مدنق براسه على الحمار ما بهاين عليه نفسه ويصيح يا عين هلي ويا عين هاتي قال عاده انقبلت بعض الحمام على الوتد وندبرت بال الحمار على ابن الأسد يطري عمره انقبلت باب الحمام على الوتد شوفوا كان يروم الحمام يبيض على الوتد هاي ترى اقبلت وندبرت بال الحمار على ابن الأسد يطري عمره ترى هو سعود بن الأسد هي ومعناه ان الدنيا من تجبل على الانسان الوتد دق العود دق العود ودق الاصبع كيف يعني الحمام بيتي بتبيض عليه وبتم هاي الدنيا من تجبل يتكنمونه اقبلت عليك ما يودها الا الله سبحانه وتعالى لان هيايت انك الدنيا بامر من الله امر من الله سبحانه وتعالى عز وجل لكن وندبى خلاص هاي الدنيا من تقبل لكن من تدبر عنك الدنيا مثل عمره يعني كيف يقول عليه الحمار خلاص
بعد شيء أخس أن يقول عليك الحمار، الحمار بايل عليك، بعد شو خانك أنت مع قبول الحمار؟ خلاص أنت أبوي ما وراك مصلوح، مرة ما وراك فايدة. ما أعتقد أنك أنت بيوصل فيك السوء إلى أخس عن هالحالة، أن توصل مواصل يبون عليك الحمير من عقب هاك العز والجاه والمعز والخير والعلم والخبر والقصور والعيشة الفارهة، أن تبول عليك الحمير. يا عجاي الله بخبركم هاي مصيبة. عازم يردد هالبيت هو ويصيح إلى قبلت بعض الحمام على الوتد وندبرت بال الحمار على ابن الأسد. سمعه منو الفورما اللي جاي بنا نش عاد الفورما ركب عند معزبه فوق، قال له طال عمرك الرجال اللي جاي بنا ينظف القصر، الصبي اللي ابناه ينظف القصر هذا ما يردد هالبيت، سمعت من الكلام عجيب. قال له شو سمعت؟ قال سمعته يقول نقبلت بعض الحمام على الوتد وندبرت بال الحمار على ابن الأسد. قال له اسمع مني، سر ابوي عنده وهاي هدمه عطاه وخليه يتسبح ويتلبس ويجيب عندي الحين برسم الخدمه هالدقيقه تهضله، الحين بترياك تجيبه، لازم نعرف شو قصه هالبيتين منو يرمي عندهن، لازم راعي القصر العود هذا تعرفونه منو انتم؟ عبد الرحمن بن غيث اللي متسلف البيزات من الرجال هذا. يوم يا شاف وجهه عرفه وخصه ويتحاضن وياه ويتلاوى وياه، شو صار شو ما صار، قال له هلكيت السالفه، قال العيل اما حموش ولوش واملك بيتي وعقاري وحلي وحلالي ومالي كله تحت امرك، هذا كله بالشراكه بالنص بيني وبينك. تلاوى وازم يقول لك يتنشقه يحط خشمه في علبه ويلوي عليه ويصيح، هذا منهم يصيح ويا الثاني، وقال ابوي اما املك بالنصيف لك تسير الحينه وتطر شور شاب جافله يابت بهله من شقره واستاطنه ابوي في الرياض وعاشوا ليه جاسموا كل شيء من الخير اللي عندهم كل بالنصيفه بين بعضهم مع بعض، وعاشوا ابوي سنين الله في الرياض. وهاي القصه حقيقية ما فيها نقطة من محيط من الخيال 100%، كل هالعرب في الرياض تدريبها وكل هالعرب في كل سكان انت يا نجد والرياض وكل بقع اللي هناك يعرفون هالقصة زين ما زين. العبرة من هالقصة ان الدنيا دوارة وان الدنيا ما تدوم، فلذلك الآدمي يتعظ وكثر ما يقدر يحافظ على الصدقان ويعرف ان الدنيا لو دامت لغيرك لما وصلت اليك، ولادمي كثر ما يقدر يحافظ على الصديق وعلى الصاحب ويحسن علاقته ويا العرب، لان الدنيا لابد انك بتحتاج. لا تقول انا عندي وانا شداد بن عاد، الناس للناس والكل بالله. لا تقول انا غني، الغني يلا الدايم شديد الله سبحانه وتعالى هو الدايم. وين اللي ملكوا المليارات؟ وين اللي توارثوا وقضوا ملايين؟ ترى ابوي ما يصح الا الصحيح، اذا انك انت بتعدل علاقتك ويا العرب بينفعونك بتنفعهم، لازم تخلي لك صديق. لا تقول انا عندي الرصيد الفلاني خلاص انا ما في حياه اللوادم، لا، جنة بدون ناس ما تنداس، إذا جنة ما فيها وادم بتيلس روحك بتين، والله لا يضربك بصويرج. يلا تصبحون على خير، وبكرة بعد شيء برنامج فل، بكرة البرنامج باشر أبوي شيء عرسين، عرس أبوي الظواهر وعرس البيسات، وباشر عبا وافيكم بالبنت وبنت البنت، وتصبحون على خير.